إذن مشاهدينا قناة شوف تيفي، كنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فطور مع ولاد الشعب. كيف ما عودناكم كل حلقة كنزلوا الشارع في مدينة فاس، كنفطروا مع الناس اللي تحتمت عليهم ظروف أنهم يفطروا في الزنقة لظروف عائلية أو ظروف خاصة. وفي هذه الحلقة معايا محمد من مدينة فاس اللي تحتمت عليه الظروف أنه يفطر في الزنقة من بعد سنين طويلة، من بعد ما كان في الخيرية ديال تجمعتي ومن بعد الخيرية ديال باب الخوخة. يعني ظروف عائلية اللي جعلته يعيش في الزنقة ويبات، ما عنده ما يفطر، ما عنده ما يقدم ولا ما يوخى. اليوم غيفتح لنا قلبه ويفتح المغابة، شكون اللي خلاه يفطر في الزنقة؟ محمد مرحبا بك معنا في طوم مع ولاد الشعب. السلام عليكم اخواتي، عليكم السلام ورحمه الله. واخا محمد نسولك، شنو الظروف اللي خلاتك انك تفطر في الزنقه وكتنعس في الزنقه حياتك كامله؟ انا الظروف ديالي انا ما كنعرفش الوالد ديالي والوالده ديالي، تزوجت بواحد الانسان وداك الانسان هو بمدينه فاس في الدكارات، وكان كيضربني وكيتكربس عليا بزاف وعمر عليا الام ديالي، وكان كيضربني بزاف واحد الضرب قاسي ويكتفني ويربطني بالسنه قتلني، كان كيضربني كيتكربس عليا، كان كيتهلب ولادو كيقول له واش انا هذا والدو باش نكسيه، واحد اختو كانت كتقول لي سير قلب على باك. صافي انا من بعد واحد السنين اللي عشت معاه بالدار بديت تنكبر شي شويه، طفشت هزيت راسي هربت، تقبضوني الناس داوني للخيريه ديال باب سوح، بديت تنهرب منها عاوتاني مشيت للخيريه ديال عند السي عبد الهادي الله يرحمه برحمه الله، ذاك التجمع ضربت معاه سنين، مات الله يرحمه برحمته، لا بقيت بوحديتي، انا غير في الشارع مشرد، ملي كتجي الشتا ولا شي حاجه الا ما درتش المشكل كنمشي للحابس، كيعاونوني غير الناس، ما كنلقى حتى شي واحد سوى الله سبحانه وتعالى والمحسنين، كنمشي للحابس ما كيجي عندي حتى واحد، كنعيط بالزنقه كنصوم برا، حياتي هي هذه بالزنقه. وانا دابا تحت مع هاد الناس هادو الله يجازيهم بخير، حسنوا بيا مساكن، اول نهار غادي نفطر فطور بهذا رمضان هذا مزيان. حقاش من الاول رمضان ما فطرت شي حاجه، عاد عادي شي اربع ايام هبطت عند الام ديالي للدكارات، والله ما قدرات تقول لها جيت تفطر علاش؟ صافي مبزز على هذا الانسان هذا، وهذاك الراجل هذاك والد معاه وليدات، الله يسهل عليهم. انا غير شنو هو الناس اللي كبر مني وكبر منا كيقولوا لا السي محمد هذاك الشيء راه رزقك انت، راه رزق الاب ديالك وانت مشرد هكا في الزنقه. انا كنشوف سوى الله سبحانه وتعالى هو اللي واقف معايا، الله يكثر خيركم سمحوا لنا، وانا دابا ما واقفين معايا هاد الناس هاد المحسنين، الله يكثر خيرهم الله يجازيهم بخير. محمد نسولك، محمد نسولك، يعني الاحساس ديالك ملي كتشوف راسك ان عندك زقك وكتفطر في الزنقه ومكرفص ومتشرد، كيف كتحس الاحساس ملي كتشوف شي واحد بخير وانت حياتك ناقصه؟ كنحس براسي واحد الانسان اللي ما عنده حتى شي واحد، لا حاله لا حياه لا، كتبان لي بشي حاجه كنقول الله، ولكن ربي سبحانه وتعالى كيصبرني، وفين ما كنبقى كي هذا كيخرج شي محسن كيديني كنفطر معاه ولا كيبقى يصبرني. دابا انا كنطلب من العلي القادر يوقفوا معايا ويبحثوا معايا الناس والسيد الوالي وهاد الناس هاد السلطات العاليه يوقفوا معايا غير بالدكارات، يمشيو غير يبحثوا معايا، علاش زورني بكنيته، علاش دارني بكنيته ولا يحني الزنقه. انا دابا كلشي كيمشي لديارهم انا كنبات غير برا، وما عندي ما ندير، هذه هي حياتي اللي يجعل ربي يوقف معايا. يعني في الاول قلتي لي ما كنتيش كتلقى باش تاكل، يعني وقع لك ظروف انك دخلتي للحبس، شنو هو السبب اللي خلاك تدخل للحبس؟ عاودنا على حياتك في الحبس كي دوزتيها. انا مبلي وكنكمي وفي ايام هكا كان مبلي وخصني ناكل وخصني نلبس، ما كنلقاش منين نجيب الفلوس، كيشوفك بنادم هكا بالضراب ما كيبغي يعطيك حتى شي حاجه، كنقول انا اللهم نمشي للحبس، ندير مشكل ونمشي للحبس، وما نقولش لبنادم انا ما كنرضاش. ودابا ملي لقيت هاد الناس هادو الله يكثر خيرهم شنو واشنو، هما واقفين معايا الله يجازيهم بخير الله يرحم لهم الوالدين، هما كيتواصلوا معايا وغيعاونوني الله يكثر خيرهم، والله ينصر سيدنا والله ينصر الاسره العلويه والله ينصر هاد الاذاعه ديال شوف تيفي. واخا محمد، يعني عاودنا على الحياه كي دوزتيها في الحبس، من بعد انك تفضل تعيش في الحبس حتى ما تعيش في الزنقه، لانه ما عندك ما تاكل ما عندك ما تشرب ما كاين اللي يعطيك حتى شي ريال، كيف دوزت حياتك في الحبس؟ كيف كنت تعيش ذاك الحياه؟ إذن مشاهدينا بالصحة فطوركم بعد ما تقسمنا الفطور اللي كتب الله مع محمد اللي حكى لنا على الظروف ديالو القاسية أنه كيعيش في الزنقة بعد ما الأم ديالو تخلات عليه، غادي نرجعوا عند محمد ونكملوا معاه الدردشة. محمد بالصحة فطورك. الله يعطيك الصحة الله يرحم الوالدين وشكرا على هذا الشيء اللي درتو معي،
جزاكم بخير. واخا محمد يعني دائما كتفطر في الزنقه، هاد النهار كي جاك الفطور وربما ان احنا اليوم شويه معاك سمعنا لك. بخير اللهم لك الحمد، الله حسيت براسي لا بخير وارتحتوا لقلبي شي شويه وجيتوا لعندي، الله يجازيكم الله بخير. شي اللي نقول لكم الله يرحم الوالدين بهاد الحواجر، وجيتوا عندي بهاد الليله بالاخص بهاد ليله القدر، شكرا وكنشكركم وكنشكر هاد الاذاعه ديال شوف تي في اللي جازيها بخير، الله يرحم الوالدين. وانا دابا غادي نقول لكم كلشي، الله يجازيكم بخير. واخا محمد يعني دوزتي كما كنقولوا ايام ديال الحماق، دوزتي السجون، دوزتي بزاف ديال الحوايج، دابا يعني تهديتي، يعني عاودنا كيفاش انك رجعتي لهاد التوبه، انك ما بقيتيش قادر على الحبس، يعني واخا مثلا تشوف الحاجه طايحه في الارض ما تهزهاش، يعني تطالب انت المحسنين، يعني عاودنا كيفاش هادشي. انا ملي كنت صغير انا هاد الانسان هذا كان كيضربني وكيتكربس عليا، وكان كيقول لي واحد اختو كانت كتقول لي سير قلب على باك بعاد لي من خويا، وكان كيضربني الضرب بزاف، وضربني الرجلي، كان كيربطني بالسناس وتقبل لي رجلي من لهنايا هي باش نخرج انا. واحد النهار قال الوالده ديالي، قال لها واش انا هذا والدو باش غادي ندي نكسيه. صافي جاتني ديك الهضره بودني، هربت من الدار ملي كنت صغير، مشيت للاكار داني داك الطاويل الخيريه ديال باب فتوح ديال قرواوه، ضربت فيها شحال وليت هربت، داوني عاوتاني لا وليت هربت، داوني المونبلوري وليت هربت من المونبلوري، داني عبداد الله يرحمه برحمه الله تجمعتي عنده الخيريه ديال راس الماء، جلست معاه سنين. تالي ملي مات صاحبي بديت تنمشي للحبس القبضه الاولى الثانيه التال، ما كنلقى ما ناكل، كنت كنسرق كنت كندير هكا، ربي عفاه. ولكن دابا لحد الان دابا في هذه السنه ديال 2019 ما بقيتش قد على تنهار الحبس، كنقلب على شي قبر الحياه في الناس وشي بنت الناس والمحسنين يوقفوا معايا الله يجازيهم بخير. هما هذا الانسان هذا اللي بالذكرات يديروا معايا غير بحثا على رزقي اللي دا لي تيتفتح لي برزقي، وانا عايش غير بالزنقه. غادي شي سيمانه هبط للحومه، بغيت غير قلت نفطر مع امي، شافت فيا قال لها ما تعيطي لهم ولا يفطر الاول، وثم فطر وطلعت بحالات. انا خرجت لي غير واحد المره الفطور وطلعت بحالي، صافي هذه هي الدور اللي كنعيش. وهذا الشيء كامل انا هنا كناس في ايام الصيف وهادي، ومن كيجي البرد والشتا وهادي اما كنمشي للديور ماجور ولا كنمشي للحابس، تيفاجئ الله من عنده العالي العالم. واخا محمد غادي نسولك، يعني هذه المعاناه اللي عاودتينا تقاسمناها معك، يعني معاناه قاسيه بالحق، تجاوبني بصراحه، واش هذا الشيء زعما هكا كيديروا لك؟ انت ما كنتش كدير حتى شي حاجه خايبه اللي يديروا لك هذا الشيء؟ كنت صغير على ما عندي ما ندير، كنت صغير ما عندي حاجه اللي كنت كندير، هو كيقول لها ماشي ولدي، وكان كيعطيني القتله اكبر قتله كنت كناكلها هي انا. تالي ما نكذبش عليكم انا هربت من الدار صغير، قلبوا عليا ما لقاوني، قال لي واش انا والدو باش غادي نكسيه، صافي الدوله دوك سام انا جاو قلبوا عليا ما لقاونيش. من تما ما وليت هبط للدار، تا بديت نكبر ومشيت للحبس عاد هبطت، جلست معاهم يومين، شفت المعاملات تبدلات، وهذه ما كتجي عندي لا الحبس لا الزنقه لا والو. صافي شنو كنقول؟ الله ياخذ فيه الحق هو. ولكن الناس انا امي قالوا لي الناس الحومه ولا كبر مني وبالذكرات كبر منها حتى هي، كيقولوا لي لا سي محمد هذيك راه الدار ديالك وهذاك راه رزقك، غير هما دايرين لك ما نعرف شنو دير لك هذا الشيء، هي مضغوط عليها، ولكن راه ربي كاين فوق من كل شيء. سي محمد هذا الشيء اللي وقع لك، هذا الشيء اللي وقع لك مع الوالدين ديالك، واش ما خلاكش انك تمشي تقلب على خدمه وتقلب على بنت الناس وتزوج وتغاطى هذا الشيء اللي وقع لك، ولا ما فكرتيش دير هذا الشيء؟ كنمشي نقلب على الخدمه شحال من خطره، بنادم كيشوفك بالضربه بوجهك ولا بالوشام في يدك ولا كيقول هذا راه شي مجرم، يعاشرك بنادم بقلبك. انا ما كان انا ما بقيت كنقد لا نسرق لا ندير لا حتى شي حاجه، انا دابا كنقلب على في الناس والمحسنين يوقفوا معاك وشي بنت الناس، والله يجعل ربي يحسن بهم يا في المغرب يا خارج المغرب، المحسنين كاملين. انا كيشوفوني اللي الله يجازيهم بخير وقفوا معايا، يوقف معاهم الله سبحانه وتعالى في هذه ليله القدر. انا ما بقيت قد لا على حبس لا على حتى شي حاجه، كنقلب على في الناس وشي بنت الناس يجيبها من عند ربي. واخا وبنت الناس اللي كنت غتزوج بها وشافوا لك الناس من بعد من عرفات كي تما عندكش تخلات عليك، يعني كان الهدف ديالها هو المصالح، عاودنا كيفاش وقع لك انت وياها؟ فات كانت كتقول لي انا نموت معاك وانا كذا، والنهار اللي وصلت معها شي 8 شهور معايا، النهار اللي وصلت معها للواقع هي تخلات علي، عرفتني تيم وما كنمشيش للدار، قالت هذا انا غيدوز علي العذاب هربت بحالاتها، ما كتبليش الله معها صافي. قلت زيت كفوفي الله ما كتبليش الله مع ذاك الانسان، مشات بحالها كانت معايا غدا في الاول بصفقه مزيانه وبخير، ولكن في التالي ملي قالوا لها راك دار كيبات غير برا، راه كبر بلا ام بلا هذه، راه ما عندوش با، راه ولد الزنقه هذه، هربات بحالات. وانا كنت كنحن عليها اكثر حاجه في الدنيا كلها، والله كنت كنتقطع فيها ونبيع فيها ونتسخر للناس وهكا وهكا، وكنخليها لها. التالي ملي عرفت الظروف هكا هي ما مشات بحالاتها. واخا سي محمد يعني واحد الرساله اخيره اللي غادي توجهها للمحسنين والناس اللي كيشوفوا فيك،
يعني باش تحسن الوضعيه ديالك انك كطلب انك دير خدمه مستقره وتكون عندك زوجه وتفادى هاد المحنه اللي عشتيها فيها كامله. الرساله اللي كنوجهها لخوتي المحسنين والمسلمين هي يوقفوا معايا غير بشي قبير الحياه بشي دويره وشي بنت الناس وباغي ندير شي بيعه وشريه والله يرحم الوالدين في ليله القدر واللي دار في هذا الخير هذا ربي اللي غيجازيه في ليله القدر. وشكرا لشوف تي في والله يرحم الوالدين اواشركم مبروكه والله يدخل عليكم الصحيحه والسلامه ويجعل ربي يحن عليكم. اذا شكرا لك محمد، الميساج ديالك راه واصل كما شفتوا. تقاسمنا اليوم فطور مع محمد اللي عاودنا المعاناه ديالو اللي دازت طويله. اذا مشاهدينا كنكون وصلنا لنهايه الحلقه، كنضرب لكم موعد جديد في حلقه جديده فطور مع ولاد الشعب جديد في امان الله.